أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قام اليوم العشرات من المواطنين وأهالي الأسرى أمام معتقل عوفر الاحتلالي تضامنا مع الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام منذ 37 يوما. الاعتصام جاء بتنظيم من الهيئة الوطنية العليا لمتابعة شؤون الأسرى، حيث حذرت الهيئة من الوضع الخطر الذي تمر به الأسيرة الشلبي بعد الأنباء التي تحدثت عن تدهور حالتها الصحية. جرفت آليات الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وأفاد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار في بلدة الخضر أحمد صلاح بأن المواطن خليل عبد الرحمن صلاح تفاجأ لدى دخوله أرضه الزراعية القريبة من مستوطنة دانيال المقامة على أراضي مواطني البلدة، وأن الأرض البالغة مساحتها حوالي 20 دنما والتي كانت مزروعة بالزيتون واللوزيات قد تم تجريفها. إلى قطاع غزة، وفي ظل أزمة الوقود التي تجتاح القطاع وما نتج عنها من أزمة في المواصلات، اتجه عدد من سائقي الأجرة لاستخدام زيوت نباتية السيرج بدلا من الوقود لجلب قوت يومهم. الطريقة التي ابتكرها السائقون ليست بالجديدة وإنما متجددة، حيث اضطر هؤلاء السائقون لاستخدامها في بداية الحصار الإسرائيلي على غزة رغم الأضرار التي ستلحق بمركباتهم وما سيعانيه المواطنون جراء الرائحة المنبعثة من عوادم المركبات. قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ مؤقت لقرار محافظ نابلس جبرين التعليق نتائج انتخابات جمعية الاتحاد النسائي العربي قبل أيام بناء على الصلاحيات الممنوحة له. وقال محامي الدفاع عن الجمعية داود درعاوي لوطن للأنباء أن قرار المحكمة جاء استجابة لواقع قانوني يعبر عن نزاهة القضاء الفلسطيني. نظم تلفزيون وطن ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ورشة عمل حول بناء قدرات الصحفيين في التعامل مع وسائل الإعلام الاجتماعي. افتتحت الورشة بنبذة تعريفية عن تقنيات مهمة في استخدام الإعلام الاجتماعي بشكل مهني قدمتها المدربة الصحفية لينا أودغارد المستشارة المتخصصة في الإعلام الاجتماعي. ونختم الموجز بهذا الخبر، فقد نظم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى حفل تكريم للسيدة ريما ترزي لمناسبة عيد ميلادها 80، وذلك تقديرا لتاريخها المفعم بالعطاء الموسيقي والوطني والمجتمعي، حيث تخلل الحفل عرضا لفيلم أنامل الذي تناول حياة ترزي وأخرجته سوسن قاعود ليوثق تجربة امرأة فلسطينية كانت ولا زالت لها في المجتمع المحلي. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم مشاهدة نشرة وطن الإخبارية عند الساعة 8 مساء. دمتم برعاية الله وإلى اللقاء.